السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهارده في حل تمارين 8 هندسة أو الدرس الثالث في الوحدة أو الدرس الرابع في الوحدة الرابعة هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025، وهو الدرس الأخير في فرع الهندسة. طبعا الوحدة دي كانت دايما بتبقى عبارة عن 5 دروس. الدرس الأول مستقيمات متوازية أجزاء متناسبة، نظرية تليس من الصفة الزاوية عكس النظرية، تطبيقات التناسب. تطبيقات التناسب في الدائرة اللي هو قوة نقطة بالنسبة للدائرة اتلغت من عليك خلاص، يعني الدرس الأخير ملغي يا باشمهندس بكل أفكاره بكل تمارينه بفضل الله. يعني ده يعتبر الدرس الأخير في فرع الهندسة، وإحنا كنا مخلصين الجبر ومخلصين حساب المثلثات بفضل الله. يعني نخلص حصة النهاردة، وبإذن الله حصة النهاردة هنحل الإخطر والمقالي في فيديو واحد إن شاء الله، لأن مش مستاهلة، لأن الإخطر تقريبا 8 مسائل فقط. فنحل الإخطر مع المقالي ونخلص من الدرس مرة واحدة إن شاء الله. وبكرة بأمر الله ينزل لك الاختبار التراكمي عشان بعد كده نبتدي إن شاء الله في حل الأسئلة الهامة بالتوازي مع حل المحافظات زي ما نبهنا إن شاء الله. يا ريت لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. خلينا أفكرك إن شرح الدرس ده وشرح الدرس اللي فات موجودين معاك في قوائم التشغيل. هتلاقي قوائم التشغيل مرتبة يا باشمهندس، شرح الدرس، حل الإخطار، حل المقالي، حل الاختبارات بالترتيب بإذن الله. طيب السؤال الأول بيقول لي في الشكل المقابل اللي قدامي المثلث ده، بيقول لي هات لي قيمة الثيتا. ركز معايا. بص يا باشمهندس، لو أنت لاحظت هتلاقي إن ب م بينص في زاوية ب. حلو. وهتلاقي ان ميم جيم بينصف زاوية ج، يعني المنصف ب ميم والمنصف ج ميم اتلاقوا في النقطة مين؟ احنا عندنا نظرية ان منصفات المثلث بتتلاقى في نقطة واحدة. طب النقطة دي لها علاقة بنقطة تلاقي المتوسطات؟ مالهاش علاقة. هي المنصفات بتتلاقى في نقطة واحدة، هل هي نقطة تلاقي المتوسطات؟ لا، مش في كل المثلثات ومش في كل أنواع المثلثات. خلاص؟ يبقى خلي بالك إن نقطة تلاقي منصفات غير نقطة تلاقي المتوسطات. حلو. يبقى اذا م هي نقطه تلاقي المنصفات، فبالتالي يبقى اذا الالف م برضه منصف. مش الالف م بيعد بنقطه تلاقي المنصفات؟ ايوه. يبقى اذا الالف م بينصف زاويه الف، يعني الزاويه دي لو اسمها سيتا يبقى الزاويه اللي جنبها دي برضه اسمها سيتا. هحسب السيتا ازاي؟ تعالى بكل بساطه بص معايا. شايف المثلث الصغير اللي هو ب م ج؟ ايوه. مش انا معايا زاويه م ب 100؟ يفضل زاويه م ب ج زائد زاوية م ج ب بيساوي كام؟ زاوية م ب ج وم ج ب، لو الزاوية اللي فوق ب 100 والمثلث كله ب 180 يعني يفضل 80 درجة. حلو. طب ما هي زاوية م ب م ب ج اللي هو عامل عليها النجمة، علامة النجمة. حلو. زائد زاوية م ج ب اللي هو عامل عليها علامة الإكس، الكلام ده بيساوي 80. يعني إيه؟ يعني النجمة مع الإكس 80. يعني النجمة دي والإكس ده 80. طب ما في هنا نجمة وفي هنا إكس، يعني هنا معايا 2 نجمة و2 إكس، صح؟ يعني أنا لو ضربت المعادلة دي في 2 يبقى إذا 2 من النجمة زائد 2 إكس، 180 في 2 ب 160 إيه درجة. هتلاحظ إن ال 2 نجمة مع بعض اللي هي زاوية ب يبقى زاوية ب، زائد ال 2 إكس مع بعض اللي هي زاوية ج يبقى زائد زاوية ج بيساوي 160 درجة. حلو قوي. طب شايف بقى المثلث الكبير؟ ايوه. ما انا عارف ان زاويه ا زائد ب زائد ج ب 180، معايا ب زائد ج ب 160، يفضل لي زاويه ا بكام؟ ما هي عباره عن 180 ناقص 160 يبقى ب 20 درجه. حلو جدا. بس زاويه ا فيها منصف اللي هو الالف م، يبقى يقسم ال 20 10 و10. يبقى اذا قيمه الثيتا بكام يا باشمهندس؟ بتساوي 10 درجه. سؤال محترم وفكرته حلوه، يعني بالنسبه لي الاختيار ا هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 2 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان باء هاء بينصف زاويه ا ب د. يعني خلي بالك ان باء هاء ده منصف. حلو. وجيم ه بينصف زاويه ا ج د، يعني الجيم ه ده برضه منصف. طالما هما الاثنين اتلاقوا في النقطه هاء يبقى اذا ا هاء برضه منصف. يعني اذا الزاويه دي قد الزاويه دي. والهاء دي اسمها نقطه تلاقي المنصفات وما لهاش علاقه بنقطه تلاقي المتوسطات. فبيقول لي ده المنتصف ب ج، والله تبقى ده في النص لو ا ده المتوسط. طب هو ا ده المتوسط انا ما اعرفش يا باشمهندس. هتقول لي ما هو عدى بهاء، ما انا قلت لك هاء دي نقطه تلاقي المنصفات
مش المتوسطات. وصلت؟ يبقى انا بالنسبه لي غلط طبعا، لان الف دال مش متوسط. طيب هاء منتصف الالف دال، والله نقطه تلاقي المنصفات دي هل بتقسم بالتساوي؟ يعني الف هاء قد ايه دال؟ ملهاش علاقه برضو، فانا برضو ما اقدرش احدد ان هاء منتصف الالف دال. طب هاء بتقسم الف دال بنسبه 2 الى 1 من جهه الف، والله يا باشمهندس 2 الى 1 دي لو كانت هاء نقطه تلاقي المتوسطات، بس هاء دي مش نقطه تلاقي المتوسطات، دي نقطه تلاقي المنصفات، فطبعا العلاقه دي برضو غلط او ما اقدرش احددها. طب ما انا اصلا قلتها من الاول ان الف ده المنصف. هتقولي لا يا باشمهندس انت قلت لي الف هاء هو المنصف. حلو، ما هو الف هاء لو انا مديته على استقامته فيديني الالف ده، يعني المنصف بيمتد لانه بيبقى شعاع. انا لو قلت الف هاء منصف فالتكملة بتاعته اللي هي ألف دال، يبقى ألف دال برضه منصف، يبقى ألف دال بينصف زاوية به ألف جيم، هي دي العلاقة اللي صح. ونستنتج إن في نقطة في المثلث اسمها نقطة تلاقي منصفات الزوايا. رقم ثلاثة بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان ألف به عمودي على ألف جيم. قال لك ميم هي نقطة تقاطع منصفات الزوايا الداخلة للمثلث. طيب ميم دي نقطة تلاقي المنصفات، بمعنى الزاويه دي 90 يعني دي 45 ودي 45. طب ما هو ب م منصف يبقى اذا الزاويه دي قد الزاويه دي. طب م ج منصف، ما هي دي نقطه تلاقي المنصفات، يبقى اذا الزاويه دي قد الزاويه دي. حلو قوي. مش انا دلوقتي معايا زاويه ا ب 90؟ ايوه، يبقى انا معايا ان زاويه ب زائد زاويه ج بيساوي كام؟ والله يا باشمهندس هي 180 ناقص 90 يعني 90 درجه. يبقى خلي بالك زاويه ب كلها زائد زاويه ج كلها ب 90. طب هو عايز زاويه ايه؟ هو عايز زاويه ب م ج عكس السؤال رقم واحد. مش زاويه ب دي اللي هي نقطتين؟ اه اكتب عادي نقطتين، 2 من النقطه زائد زاويه ج اللي هي 2 اكس. 2 اكس، مش احنا قلنا ان زاويه ب وزائد زاويه ج بكام؟ ب 90. اقسم المعادله دي كده على الاثنين اهو يا باشمهندس. لما اقسم ده على الاثنين يفضل النقطه زائد 2 اكس على الاثنين اللي هي اكس بيساوي كام؟ 90 على 2 يعني 45. ايه ده؟ يعني النقطة مع الاكس اللي هم في المثلث ب م ج ده ب 45 درجة، اهي النقطة مع الاكس دول ب 45 درجة. طب ما هو المثلث كله 180، يبقى زاوية ب م ج هي عبارة عن 180 ناقص 45 يعني 135 درجة، يعني الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي أي مما يأتي صحيح؟ بيقول لي المثلث ب ألف دال بيشابه المثلث ب ج ألف، تعالى نختبر. هناخد أول حرفين اللي هو ب ألف على الحرفين اللي قصادهم ب ج ونشوف. هتلاقي إن ال ب ألف يا باشمهندس ب 6 على ال ب ج ده 4.2 من 10، 6.3 من 10 يعني 10.5. تعالى كده نشوف النسبة دي، 6 على 10.5 طلعت ب 4 على 7. طيب الحرفين اللي بعدهم ألف دال على الجيم ألف، الالف دال انا مش عارف طوله فسيبها دلوقتي. طب لو خدت الاول مع الاخير اللي هو باء دال، والاول مع الاخير اللي هو الباء الف، حلو، الباء دال ب 4.2 من 10 على الباء الف اللي هو 6، لو طلعت 4 على 7 ساعتها ندور على دي. طيب 4.2 من 10 على ال 6 ده طلعت 7 على ال 10. ايه ده يا باشمهندس؟ ده لازم لو في تشابه النسب دي متساويه. حصل، يبقى دي اول واحده غلط. طب اللي بعدها بيقول لي الف ب في الف ج، خلي بالك انت عارف الاطوار. فألف ب في ألف ج، الألف ب ب 6 في الألف ج ب 9، 6 في 9 ب 54. هل بيساوي ب د في د ج؟ ما هي ب د ب 4.2 من 10 في د ج اللي هي 6.3 من 10، هل دي بتساوي 54؟ تعال نشوف. 4.2 من 10 في 6.3 طلعت معايا ب 26 و 46، طبعا برضه مش بيساوي بعض فده غلط. طب بيقول لك قياس زاوية ب ألف د اللي هي الزاوية دي بيساوي قياس زاوية ج أ د، هتقول لي ما أعرفش. ما أقول لك لو الزاوية دي بتساوي الزاوية دي ده معناه إن هو أ د منصف، فعايزين نختبر النظرية دي. هنختبرها إزاي؟ هنقول أ ب على أ ج، أ ب على أ ج طبعا بتساوي 6 على 9 على 3 في ال 2 على 3 في ال 3. القريب من الأ ب اللي هو ب د، والقريب من الأ ج اللي هو د ج، فالكلام ده بيساوي 4.2 من 10 على 6.3 من 10، ونشوف الكلام ده بيساوي كام؟ 4.2 من 10 على 6.3 من 10 يعني 2 على 3، فطالما الضلع ده على الضلع ده بيساوي ده على ده، يبقى اذا ا ده المنصف، يبقى الزاويه دي قد الزاويه دي، يبقى فعلا الاختيار ج هو الصح.
طب بيقول لك ألف د اللي هو طول المنصب بيساوي ب د في د ج ناقص أ ب في أ ج، لا ده معكوس يا باشمهندس، ده هي المفروض أ ب في أ ج ناقص ب د في د ج، هو كاتبها معكوسة، فدي غلط، دي النظرية بتاعت الخارجي مش الداخلي، يبقى فعلا الاختيار ج هو الصح. السؤال 5 بيقول لي أي مما يأتي يكون كافيا لإثبات إن أ د أ د ده بينصف الزاوية الخارجة عن المثلث أ ب ج عند رأس أ، يعني بينصف الزاوية الخارجة دي، ماشي. والله يا باشمهندس مش أنا حددت المنصف، أيوه. تعال نشتغل إحنا، يبقى المفروض أ ج على أ ب، أ ج على أ ب بيساوي أ ج، خلصت عند ج، امشي لحد المنصف يبقى د ج أو ج د، على الألف ب خلصت عند ب، امشي لحد المنصف يبقى ب د أو د ب. وطبعا ممكن تتقلب، يعني ممكن تبقى أ ب على أ ج بيساوي ب د على د ج أيا كان. فبيقول لي أول واحدة أ د على أ ج، طبعا أ د مش داخل في الحسبة، أ د أصلا طول المنصف الخارجي فدي غلط. طيب أ ب على أ ج المفروض ب د على د ج، هو بيقول لك ب د على ب ج، قول له غلط، هي المفروض ب د على د ج. طب تاني أ ب على أ ج بيساوي ب د على د ب، سوري ج د على د ب، لا ده المفروض طالما أ ب على أ ج يبقى ب د هي اللي في البسط، يبقى دي برضه غلط. طب اللي بعدها أ ب في د ج، بص لو أنا جيت ضربت هنا مقص يبقى إذا أ ب في د ج بيساوي ده في ده، يعني بيساوي ب د في أ ج، هتلاقي فعلا أ ب في د ج أهي، والألف ج أهو موجود، والدال ب هي هي الب د، يبقى فعلا العلاقه دي هي الايه؟ هي اللي صح. 6 بيقول لي ميم دائره ا ب قطر، والله لو ا ب قطر وج د الدايره يبقى زاويه ا ج ب د ب 90، دي اسمها زاويه محيطيه مرسومه في نص دائره. خلاص؟ حلو قوي. بس لازم يبقى قصادها قطر. المهم ها تنتمي ال ب ومدي لها اطوال، بيقول لي ج ه بيقطع الدائره في النقطة دي، لو عايز منه قياس القوس أ د عشان أوصل لقياس القوس أ د، فده مرسوم عن الزاوية اللي هي أ ج ه اللي هي الزاوية دي، يبقى لازم أعرف قياس الزاوية دي بكام، خلاص؟ لأن القوس ضعف الزاوية المحيطية المرسومة مع نفس القوس. طب أعمل إيه؟ مش أنت الوقت المثلث أ ج ب ده مثلث قائم؟ أه، يبقى تقدر تحسب الضلع ب ج من فيثاغورس. أنت ليه بتعمل كل ده؟ هقول لك، هجيب ال ب ج من فيثاغورس وبعدين أختبر المنصف أشوف لو أ ه ده منصف يبقى دي 45 يبقى قوس 90، ما ملهاش حل الا كده، خلاص؟ فتعالى نشوف ال ب ج بيساوي كام؟ هو عباره عن جذر. طبعا الوتر اللي هو ا ب 15 و20 يبقى 35 تربيع، ناقص الضلع ا ج اللي هو 21 ايه؟ تربيع. يبقى جذر 35 تربيع ناقص 21 تربيع طلع ب 28 سم، وده كويس جدا. يبقى الضلع ب ج كام؟ 28. تعالى بقى نختبر المنصف، نقول ا ج على ب ج. والله يا باشمهندس أ ج على ب ج بيساوي الأ ج ب 21 على ب ج ب 28 على 7 فيها 3 على 7 فيها ال 4. طب تعالى نختبر القريب من الأ ج اللي هو أ ه، والقريب من ال ب ج اللي هو باء هاء أو ه ب. حلو، فده عبارة عن 15 على 20 على 5 فيها 3 على 5 فيها ال 4. الله، طالما الأ ج على الأ ب بيساوي الأ ه على الهاء باء، يبقى اذا ج ه منصف، يبقى زاويه ا ج ه نص ال 90، يبقى زاويه ا ج ه نص ال 90 يبقى 45 درجه. خلي بالك ان دي كده زاويه محيطيه قياسها 45، يبقى القوس ضعف المحيطيه يبقى 90، ما هو القوس ضعف المحيطيه بيساوي المركزيه، انما دي زاويه محيطيه يبقى هي ضعفها، يبقى 90 درجه. سؤال محترم وتقيل، خلي بالك فاعرف فكرته كويس جدا. رقم 7 بيقول لي في الشكل المقابل اي مما ياتي خطا، هل الجيم ه ب 10؟ تعال نشوف. انا الوقت الهاء ده منصف داخلي، حلو، يبقى اذا الضلع 21 على الضلع اللي هو ال 14، 21 على 14 بيساوي المفروض القريب من ال 21 اللي هو ال 15 على القريب من ال 14 اللي هي الجيم ه، خلاص؟ هنا طبعا على السبعة فيها الثلاثة، هنا على السبعة فيها الاثنين، هنا على الثلاثة فيها الواحد، على الثلاثة فيها الخمسة، ج ه في 1 بج ه بيساوي 2 في 5 ب 10، ففعلا الج ه بيساوي 10، ده كلام مظبوط جدا جدا. بعد كده بيقول لي هل الباء ه بينصف زاويه ا ب ج؟ اختبرها ازاي؟ هقول الضلع ده على الضلع ده اللي هو ب ج على الالف ب، ب ج على الالف ب، الب ج ب 18 على الالف ب ب 27،
هنا على التسعة فعل اتنين، على التسعة فعل تلاتة. القريب من الب ج اللي هو ج ه، والقريب من الالف ب اللي هو الف ه. خلاص الج ه ب 10 على الالف ه ب 15 على 5 فعل 2 على 5 فعل 3. طالما ده على ده بيساوي ده على ده، لان هما الاثنين طلعوا 2 على 3، يبقى فعلا الباء هاء منصب داخلي للزاويه دي، فدي طبعا صح. بيقول لي هل طول الباء هاء ب 4 جذر 21؟ الباء هاء ده منصب داخلي في المثلث الف ب ج، فما اجي احسب طوله هو عباره عن جذر حاصل ضرب الاضلاع اللي هي 18 في 27 ناقص حاصل ضرب الاجزاء اللي هي 10 في 15. نشوف هل الرقم ده صح ولا لا. جذر 18 في 27 ناقص 10 في 15 طلع معايا فعلا ب 4 جذر 21، يبقى فعلا دي صح، يبقى هي دي اللي غلط. لما تيجي كده نتاكد من ده الهاء. ما هو ده الهاء ده المنصف في المثلث اللي تحت، الاضلاع 14 في 21 ناقص الاجزاء 10 في 15. خلاص يبقى جذر 14 في 21 ناقص 10 في 15 طلع ب 12 بس، يعني المفروض ده الهاء ب 12 مش ب 12 جذر 2. احنا يعتبر جبنا كل حاجه في المساله. السؤال 8 بيقول لي اذا كانت مساحه المثلث ا ب د اللي هو المثلث ده ب 30، ومساحة المثلث ألف جيم دال اللي هو المثلث ده ب 40، فهيقول لي الألف دال مال؟ هل هو عمودي ولا بينصف ولا بيمر ولا كل ما سبق؟ تعال نشوف. والله يا باشمهندس هو عمودي وبينصف لو المثلث ده متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع. فخلي بالك إن المثلث ده 9 12. فخلي بالك ده طالما هو مش مثلث ولا متساوي الساقين ولا متساوي الأضلاع، فيبقى الألف دال ولا هو عمود ولا هو بينصف، بس أنا عايز مش بينصف الضلع اللي تحت. خلي بالك في فرق ما بين بينصف الضلع وبينصف الزاويه. طب انا يا باشمهندس هتعامل معاها ازاي؟ تعال نبتدي بس بمساحه المثلث ا ب د على مساحه المثلث ا ج د. خلي بالك دول مثلثين مشتركين في الراس ا، والضلع بتاعهم او القاعده بتاعتهم على استقامه واحده، يعني لهم نفس الارتفاع، يبقى النسبه بين مساحتهم هي النسبه بين قواعدهم. شيل الراس المشترك يبقى هي النسبه ما بين ب د على ج د. يبقى انا استنتج ان ب د على ج د بتساوي طبعا مساحة الأول 30 على مساحة الثاني 40، هنشيل صفر مع صفر يبقى 3 على الأربعة، يعني كأن ال ب د نسبتها 3 وكأن ال ج د نسبتها 4. تعالى نختبر المنصف، نشوف أ ب على أ ج. والله يا باشمهندس الأ ب على الأ ج بتساوي الأ ب ب 9 على أ ج اللي هي 12، 9 على 3 فال 3 و12 على 3 فال 4، إيه ده يا باشمهندس؟ ده طلع ان ا ب على ا ج ده على ده بيساوي ب د على الج د، يعني ده على ده، يبقى اذا ا د منصف، يبقى اذا ا د بينصف زاويه ا، يبقى ا د بينصف زاويه ب ا ج. طبعا عمودي او بينصف الاثنين دول كانوا يحصلوا زي ما قلت لك لو المثلث متساوي الاضلاع او متساوي الساقين، وطبعا كل ما سبق غلط يعني الاختيار ب هو الصح. خلاص حلو قوي، بس هو ده كان الاختيار يا باشمهندس. هنحل دلوقتي ان شاء الله الاسئله المقاليه عشان نبقى خلصنا من الدرس ده مره واحده بفضل الله. السؤال الاول بيقول لي ا ب ج مثلث فيه ا ب ب 6 ا ج ب 9 ب ج ب 10 ونص د تنتمي ل ب ج، بحيث بقى ده كده عايز يثبت التنصيف. مساله سهله ومباشره جدا جدا. هنرسم مثلث وطالما هو عايز ا د بنصف زاويه ب ا ج، زي ما قلت لك خلي زاويه ا فوق عشان بس يبقى الشكل ظريف مش اكتر. ادي مثلث اسمه ا ب ج، الالف ب ب 6 سم، الالف ج ب 9 سم، الب ج كلها ب 10 ونص، دي كلها ب 10 ونص. حلو، قال لك د تنتمي لب ج، د موجوده على الب ج وليكن دي الد، بحيث الب د ب 4 و2 من 10. طب خلي بالك دي كلها 10 ونص، يبقى د ج 10 ونص ناقص 4 و2 من 10 تبقى كام؟ تبقى 6 و3 من 10. فهو عايز يثبت ان ا د اللي هو ده كده بينصف زاويه ب ا ج. عشان اثبت الكلام ده لازم اثبت ان ا ب على ا ج بيساوي ب د على د ج. فتعالى واحده واحده نقول ا ب على ا ج، اقول له بما ان ا ب على ا ج بيساوي ال ا ب اللي هو 6 على ا ج اللي هي 9 على 3 فال 2 على 3 فال 3. طب تعالى نقول بما ان القريب من الالف ب اللي هو ب د على الد ج بيساوي الب د ب 4 و2 من 10 على الد ج 6 و3 من 10، الكلام ده بيساوي 4 و2 من 10 على 6 و3 من 10 برضه طلع ب 2 على 3.
اقول له يا باشمهندس بما ان ا ب على ا ج بيساوي ب د على د ج، كل الكلام ده بيساوي 2 على 3. طالما يا باشمهندس الضلع ده على الضلع ده بيساوي ده على ده، يبقى اذا ا د منصف، يبقى اذا ا د ينصف زاويه ب ا ج. اثبات مباشر، مفيش في اي حاجه خالص بفضل الله. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لي ا ب ج مثلث اطوال اضلاعه ا ب ب ج بكذا، اصبر، د تنتمي للشعاع ب ج، يبقى احنا هنخلي القاعده تحت. يعني هنخلي ا فوق بحيث ج د ب 6، اثبت ان ا د بينصف الزاويه الخارجه. مفيش مشاكل، بس نرسم الرسمه صح الاول. بص معايا كده، خلي بالك احنا هنطول الشعاع ب ج، فانا هطول ده كده بالمره اهو. بمعنى بص معايا، ادي ا ب ج، هو قال لك في حاجه بتنتمي للشعاع ب ج فعشان كده طولت الشعاع ب ج. طيب ركز معايا، الالف ب اللي هو اول ضلع ده ب6، الب ج اللي هو القاعده ب4، الجيم الف ب3.6، ده ب3.6. تعالى ايه نكتبه جوه عشان لو رسمنا حاجه بره، 3.6 د تنتمي لب ج بحيث الجيم د ب6، ماشي، د تنتمي اهي بحيث الجيم د بكام؟ ب6. طيب بعد كده عايز يثبت ان الف د بينصف زاويه الخارجة عند ألف، ماشي، الموضوع سهل وبسيط. هنوصل الألف دال كده ونمد دي كده على استقامتها عشان بس يظهر لي الزاوية الخارجة. فهو عايز كده يثبت إن الألف دال ده بينصف الزاوية الخارجة، يعني دي قد دي، خلاص؟ زي ما علمتك، حدد المنصف. حلو أوي أهو. يبقى أنت عايز إيه؟ أنت عايز تثبت إن ألف ب على ألف ج. بص معايا، هنقول بما أن ألف ب على ألف جيم بيساوي الألف ب ب6 على الألف جيم ب3.6. حط دي على الآلة كده، 6 على 3 و6 طلعت ب5 على 3، 5 على 3. ركز بقى في اللي جاي دي، مش الألف ب خلص عند ب؟ يبقى أنت هتمشي ب د، والألف جيم خلص عند ج يبقى على ج د، يبقى أنت هتاخد ب د على ج د. فأقول له بما أن ب د على ج د بيساوي الب د 4.6، والجيم د اللي هي 6. حلو، هنا على 2 فيها 5، على 2 فيها 3. ايه ده يا باشمهندس؟ ده طلعوا متساويين، يعني طلع ان ا ب على ا ج بيساوي ب د على ج د، اذا ده منصف بس كده. فنقول له بما ان ا ب على ا ج بيساوي ب د على ج د، يبقى اذا ا د ينصف الزاويه الخارجة عند ألف، خلاص؟ يبقى كده أثبتنا إن هو بينصف الزاوية الخارجة عند ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي في كل من الشكلين عايز يثبت إن باء هاء بينصف زاوية ألف ب ج. يلا يا باشمهندس، تاني عايز يثبت إن باء هاء اللي هو ده بينصف الزاوية، ماشي، يبقى لازم أثبت إن ب ج على ألف ب بيساوي ج ه على ه ألف. طب خلي بالك انت عندك تحت هاء دال ده منصف، حلو قوي، يبقى ركز كده، يبقى ج د على ا د يعني 28 على 42 بيساوي القريب من ال 28 اللي هي ج ه، والقريب من ال 42 اللي هي الالف ه، الكلام ده بيساوي. طيب 28 على ال 42 حطيناها على الاله طلعت 2 على 3، يبقى انا وصلت ان ج ه على الف ه ب 2 على 3. يبقى لازم اثبت ان ب ج على ب ا نفس الكلام، فنقول له ب ج على ب ا، الب ج ب 36 على ب ا 54، اهو يا باشمهندس 36 على 54 طلعت بفضل الله برضه ب 2 على 3. يبقى بما ان ب ج على ب ا بيساوي ج ه على ه ا او ا ه، يبقى اذا ب ه ينصف زاويه ا ب، خلاص الموضوع سهل وبسيط. طب هنا يا باشمهندس هو عايز يثبت ان الباء هاء برضه بينصف الزاويه دي، يبقى لازم اثبت ان ا ب على ب د بيساوي د ه على ا ه. طب انا في شويه اطوال كده كتير قوي مش معايا، طب واحده واحده كده. اول حاجه المثلث الكبير ج ا ب 40 ا ب ب 30 اقدر احسب الب ج من فيثاغورس، يبقى الب ج هو عباره عن جذر 30 تربيع زائد 40 تربيع، لان ده وتر يعني 50 سم. يبقى انا وصلت ان القاعده دي كلها 50. اقدر احسب لك الالف د من فيثاغورس، من اقليدس، ازاي؟ ما
خلي بالك انت طلعت من الوتر او طلعت من الزاويه 90 عمود على الوتر، يبقى الالف دال من فيثاغورس هو عباره عن الضلعين اللي في الجنب اللي هم 40 30 واقسم على اللي تحت اللي هو 50. 40 في 30 على 50 طلع ب 24 سم، يبقى الالف دال كله ب 24. طب انا خدت الهاء دال ب 9، يبقى الحته الالف هاء دي بكام؟ 24 ناقص 9 يبقى الالف ه ب 15. يبقى دي معلومه مفيده جدا ان الالف ه ب 15. فاضل بس يا باشمهندس تجيب لي الدال ب وتبقى فرجت سهله. مش الضلع الف دال ده ب 24؟ اه. والضلع ده ب 30؟ اه. ما تيجي نحسب ال ب دال من فيثاغورس، يبقى ال ب دال في المثلث الف ب دال بيساوي جذر الوتر اللي هو 30 تربيع ناقص الف دال اللي هو 24 تربيع. جذر 30 تربيع ناقص 24 تربيع طلعت ب 18 سم، يبقى ال ب دال بكام؟ ب 18. شكرا. تعالى بقى هناخد الالف ب على ال ب دال، بما ان ا ب على ب د بيساوي ا ب اللي هو 30 على ب د اللي هو 18. خلاص 30 على 18 يعني 5 على 3. طيب القريب من الالف ب اللي هو ا ب على د ه، ا ب على د ه، الالف ا ه ا ه دي 15 على 9. خلاص هنا على 3 فال 5 على 3 فال 3. ايه ده يا باشمهندس؟ ده طلعوا متساويين، دي ب 5 على 3 ودي ب 5 على 3. طبعا ما لازم يطلعوا متساويين. يبقى بما ان ا ب على ب د بيساوي ا ه على د ه، يبقى اذا نفس الكلام ان ب ه بينصف زاويه ا ب ج. وخلي بالك ده سؤال محترم قوي في شغل اقليدس وهندسه محترم قوي، فركز لان ممكن نفس السؤال ده يجي لك اخطر او مقالي يا باشمهندس. السؤال 4 بيقول لي ألف ب ج د شكله رباعي فيه شوية أطوال كده، هنرسم أي شكل رباعي وارسمه بأي شكل يعجبك ما تخافش، خلاص أي شكل إن شاء الله حتى لو ما فيش تناسق في الأطوال عادي. أدي ألف ب ج د، ألف ب ده ب 6، ب ج ده ب 9، ج د ده ب 6، الألف د ب 4 بكل الأطوال اللي بره. أ ه بينصف زاوية أ وبيقطع باء د في ه، يبقى هو وصل الب د بالشكل ده كده، وقال لك في منصف اسمه أ ه هنا كده مثلا أهو بالشكل ده كده أ ه، وده منصف يعني الزاوية دي قد دي، ويقطع الب د في ه. ماشي، هو عايز مني قيمة باء هاء على هاء د، سهلة أوي. باء هاء على هاء د من التنصيف بتساوي أ ب على أ د، إزاي بقى؟ تعالى هنقول له بما أن أ ه ينصف زاوية أ، يبقى إذا باء هاء على هاء د اللي حضرتك عايزها بتساوي زي ما قلنا الباء هاء قريب منها أ ب، يبقى أ ب، والهاء د قريب منها أ د، حلو. فالأ ب ب 6 على الألف د ب 4 على 2 فال 3 على 2 فال 2، يعني الباء هاء على الهاء د ب 3 على 2، ودي نسبة مظبوطة جدا. طيب المطلوب الثاني عايز يثبت ان ج ه، لو انا وصلت ال ج ه ده كده، فهو عايز يثبت ان هو بينصف الزاوية دي. اقول له والله يا باشمهندس ده بينصف، لو اثبتت ان ب ج على ج د برضه بيساوي ب ه على ه د، فتعالى نجيب ب ج على ج د. فنقول له والله بما ان ب ج على ج د بيساوي الب ج عندك ب 9 ودي ب 6، هنا على 3 فال 3 على 3 فال 2، وانا اصلا عندي معلومه ان باء هاء عن هاء د برضه ب 3 على 2، صح؟ مش انا دلوقتي اثبتت ان ب ج على ج د بيساوي ب ه على ه د؟ ايوه يا باشمهندس، يبقى اذا ج ه منصف. بس هنقول له اذا ب ج على ج د بيساوي باء هاء على هاء د، يبقى اذا اللي انت عايزه اللي هو ج هاء بينصف زاوية ب ج د. خلاص سؤال سهل وبسيط قوي، اشتغلنا من التنصيف اللي فوق وبعدين اثبتناه تحت. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي ا ب ج د شكله رباعي فيه شوية أطوال كده، عادي جدا عيش حياتك مع الشكل الرباعي، قلت لك ارسمه بالطريقة اللي تريحك مفيش مشاكل خالص. أه أي شكل رباعي حتى لو مفيش تناسق في الأطوال قول لي. أدي أ ب ج د، ا ب ده ب 18
ب جيم ده ب 12، هاء موجودة على ألف دال، هاء موجودة على ألف هاء دال، بحيث تعال نشوف العلاقة دي كده، 2 ألف هاء بيساوي 3 هاء دال، يعني قلت ده على ده يبقى ألف هاء على هاء دال، ما نرجعش فاضي يبقى 3 على الاثنين، يعني الألف هاء أكبر، ماشي، يعني مثلا نحط الهاء هنا، فكده الألف هاء دي نسبتها 3 والهاء دال دي نسبتها 2، كلام محترم. طيب ركز معايا، بيقول لي رسم اله واو بيوازي الدال ج ويقطع ا ج في كذا. طيب مبدئيا انا هرسم لك الالف ج اهو. طب بيقول لك ايه، انا رسمت اله واو بيوازي الدال ج، فهنرسم اله واو مثلا كده اهو ويقطع الالف ج، ماشي هي مش باينه قوي ان هي توازي، فتعالى ايه نحاول نعملها توازي شويه اهو كده مثلا، كده توازي كمان سنة يا عم، اه كمان سنة، حلوة أوي دي، آدي اله واو أهو، قال لك رسمناه بيوازي الدال ج وبيقطع أ ج في واو، شكرا. فبيقول لي اثبت إن ب واو، ب واو اللي هو ده، عايز يثبت إن هو بينصف زاوية أ ب ج، عايز يثبت إن ده منصف، فعشان أثبت إن ده منصف لازم أثبت مثلا إن أ ب على باء ج بيساوي أ واو على واو ج. خلاص حلو قوي. ا واو على واو ج هجيبها من التوازي، مستقيمات متوازيه واجزاء متناسبه، بما ان ه واو بيوازي ج د يبقى ا ه على ه د بيساوي ا واو على واو ج. يلا يا باشمهندس اول معلومه، بما ان ه واو بيوازي د ج زي ما قلنا يبقى ا ه على ه د، اذا ا ه على ه د بيساوي اللي قصاد ا ه اللي هو ا واو، واللي قصاد ال ه د اللي هي واو ج، وطبعا ا ه على ه د ب 3 على 2. باول معلومه انا وصلت لها ان ا واو على واو ج ب 3 على ال 2. طب تعالى نشتغل تحت، خلي بالك كده انت قدرت تثبت ان دي برضه نسبتها 3 ودي نسبتها 2. طب تحت بقى هنقول هاخد ا ب على ب ج، فهنقول له بما ان ا ب على ب ج، الالف ب يا باشمهندس 18 على 12 على 6، فال 3 على 6 فيها ال 2، يبقى دي يا باشمهندس العلاقه الثانيه. ايه ده؟ ده طلع ان ا ب على ب ج بيساوي ا واو على واو ج، اذا ب واو منصف، بس المساله خلصت. نقول له بما ان ا واو على واو ج بيساوي ا ب على ب ج، يبقى اذا المطلوب بتاعك ان هو ب واو ينصف زاويه ا ب ج. خلي بالك الدرس ده من اكتر الدروس اللي بيجي فيه اسئله مقالي في الوحده الثانيه، يعني الوحده الثانيه غالبا السؤال المقالي بتاعها بيجي من الدرس ده، هو سهل وبسيط زي ما انت شايف. طيب رقم 6 بيقول لي اذا كانت د منتصف الب ج، د ه بينصف الزاويه، يعني د ه ده منصف داخلي، خلاص خلي بالك اكيد هنستفاد منها، وعندي ه واو بيوازي ب ج اكيد هنستفاد منها، عايز يثبت ان د واو، عايز يثبت ان ده بينصف زاوية أ د ج، عشان أثبت إن ده بينصف الزاوية يبقى لازم أثبت إن أ د على د ج القريب من أ د من ناحية القاعدة اللي هو أ واو على واو ج، لازم أثبت إن أ د على د ج بيساوي أ واو على واو ج. تيجي نشتغل واحدة واحدة، تعال. أول حاجة تعالى نروح للمنصف ه د، هنقول له بما أن د ه ينصف زاوية أ د ب، خلاص؟ كلام جميل جدا، بص معايا. طالما ده بينصف يبقى أ د على ب د بيساوي أ ه على باء ه، يبقى أ د إذا أ د على ب د بيساوي القريب من الأ د اللي هو أ ه والقريب من الب د اللي هو ب ه، خلاص؟ وسمي مثلا دي رقم 1. طيب والله يا باشمهندس تعالى نشوف التوازي، وخلي بالك عشان ده قلت لك يبقى أ د على د ج يساوي أ واو على واو ج. تعال نشوف التوازي هيعمل ايه. تعال بما ان ه واو بيوازي ب ج، مستقيمات متوازيه واجزاء متناسبه، يبقى ا ه على باء ه بيساوي ا واو على واو ج، يبقى ا ه على باء ه بيساوي اللي قصاد ا ه اللي هو ا واو واللي قصاد الباء ه اللي هي واو ج، ودي رقم 2. والله يا باشمهندس انا اصلا عايز اثبت ان ا د على د ج بيساوي ا واو على واو ج. طيب
مبدئيا من واحد واثنين هنستنتج حاجة عظيمة. ايه هي؟ هتلاقي هنا ألف واو على واو جيم، سوري، هتلاقي هنا ألف ه على باء هاء، وهنا ألف ه على باء هاء، يبقى الطرفين دول بيساووا بعض، يعني من واحد واثنين، يبقى إذن ألف د على ب د بيساوي ألف واو على واو جيم. باشمهندس أنا عايز ألف واو على واو جيم بتساوي ألف د على د جيم، أنت مش واخد بالك من حاجة. بما أن ب د بيساوي د جيم، هو اللي قال على فكرة إن د في النص، يبقى ب د بتساوي د جيم. يعني ممكن اشيل ب د واحط د ج، يبقى اذا ا د على د ج بيساوي ا واو على واو ج. مش ده اللي انا عايز اثبته؟ ايوه، ا د على د ج بيساوي ا واو على واو ج، يبقى اذا د واو منصف، يبقى اذا د واو ينصف زاويه ا د ج. بعد كده هو عايز يثبت ان ه د عمود على د واو، وخلي بالك ده منصف داخلي، هنقول له كده بما ان ه د ينصف زاوية ب د ا الداخل، خلاص؟ فصل التاني اللي هو د واو بينصف زاوية ا د ج. خلي بالك ده يعتبر بينصف زاوية د الداخلة، وده بيعتبر بينصف زاوية د الخارجة اللي هي ا د ج. ما هي الزاوية بين المنصف الداخلي والخارجي 90؟ يبقى اذا يا باشمهندس اللي هي د عمودي على الدال واو، يبقى الاستنتاج ده ان الزاويه ما بين المنصف الداخلي والمنصف الخارجي بتساوي 90 درجه. السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول لي ا ب ج مثلث س منتصف ال ب ج بحيث ال ب س بكذا، نصفت زاويه ا س ب بمنصف فقطع ا ب. ماشي ماشي، تعالى نرسم القصه دي. هي س منتصف ال ب ج، فنحاول نخلي ال ب ج تحت، ادي مثلث بالشكل ده كده اهو، ادي ا ب ج. قال لك س منتصف ال ب ج، س هنا في النص، وطالما في النص يبقى دي قد دي. طيب بحيث ال ب س ب 6، فلو ال ب س ب 6 يبقى الس ج برضه ب 6، خلاص؟ حلو، بيقول لك الالف س ب 9. طيب يا عم رسمنا الالف س، وحضرتك كمان قلت لي ان طوله 9، ده كلام كويس. قال لك نصفنا زاوية ا س ب بننصف فقطع الالف ب في د، يعني رسمنا هنا كده منصف فقطع هنا في د، خلي بالك ده منصف، يعني الزاوية دي قد دي. ماشي، اخذت نقطة ه على ا ج، في نقطة اسمها ه على ا ج، وليكن هنا يا عم، بحيث ا ه ب 6، ا ه ب 6، علما بان الالف ج كله ب 10. طب انا خدت منه ب 6 يبقى دي ب 4، المفروض الهاء كانت تحت شويه، مفيش مشاكل، قلت لك الدقه في الرسم مش مشكله. اول حاجه بيقول لي هات لي قيمه ا د على د ب، ودي سهله قوي. س د منصف يبقى ا د على د ب بيساوي ا س على ب س، 9 على 6 فال 3 على 2، ودي سهله قوي، تعالى نبتدي بيها. هنقول له بما ان س د ينصف زاوية أ س ب، أ س ب، خلاص؟ يبقى إذا هو عايز إيه؟ أ د على د ب، أقول له إذا أ د على د ب بيساوي زي ما قلنا الألف د اللي قريب منه الألف س والتانية ب س، يبقى أ س على ب س، أ س على ب س، الألف س ب 9 على ب س ب 6 على 3 فال 3 على 3 فيها ال 2، يبقى ده أول مطلوب إن أ د على د ب ب 3 على ال 2. بعد كده بيقول لي اثبت ان د ه بيوازي ب ج. لا هنا هنضطر بقى ايه؟ نظبطها عشان تبقى الرسمه شكلها معقول. مش هنعمل اي حاجه، انا بس هرسم الهاء هنا قصادها. فالالف ه هو قال لنا عليه ب 6 وقلنا يبقى هنا 4، ليه عملتها كده؟ لان هو عايز يثبت ان د الهاء ده اهو بيوازي ال ب ج اللي هو تحت. عشان اثبت الكلام ده مستقيمات متوازيه واجزاء متناسبه، يعني اخد الالف ه على اله ج، لو طلعت الالف د على د ب يبقى التوازي موجود، فتعال ناخد الالف ه على اله ج، فنقول له بما ان الف ه على اله ج بيساوي الالف ه اللي هي 6 على اله ج اللي هي 4 على 2 فال 3 على 2 فال 2، ايه ده؟ ده الالف ه على اله ج ب 3 على 2، يعني دي على دي 3 على 2 ودي على دي 3 على 2، يبقى ده بيوازي ده، خلاص؟ تعالى كده نكتبها، نقوله بما ان ا د على د ب بيساوي ا ه على ه ج بيساوي 3 على 2،
يبقى اذا اللي حضرتك عايزه ان د ه بيوازي ب ج، ده المطلوب الثاني. بعد كده عايز يثبت ان س ه ده كده، عايز يثبت ان هو بينصف زاويه ا س ج، عايز يثبت ان ده كده منصف. طب اثبتها ازاي؟ ركز بقى معايا. هو انا دلوقتي يا باشمهندس عشان اثبت الحكايه دي فلازم اثبت ان ا س على س ج بيساوي ا ه على ه ج. طب ما الموضوع ما فيش اسهل منه، ما انا معايا ال ا س ومعايا ال س ج، صح؟ تمام يا باشمهندس. فتعالى نقول له بما ان ا س على س ج، ال ا س ب 9 على س ج ب 6 يعني 3 على 2. حلو، خلي بالك ا س على س ج يعني ا ه على ه ج. اقول له بما ان ا ه على ه ج احنا حاسبينها هناك اهي برضه ب 3 على 2، يعني ده كده نسبته 3 وده نسبته 2. طب ما هو بيساوي ده 3 على 2، يبقى اذا س ه منصف. يبقى بما ان ا س على س ج بيساوي ا ه على ه ج بيساوي 3 على 2، يبقى اذا يا باشمهندس س ه ينصف زاوية ا س ج. سؤال محترم وفي اكتر من فكرة، كويسين جدا جدا. السؤال اللي بعده رقم 8 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان ا ب قد ا ج اكيد هنستعملها، ب ج قد ج د اكيد هنستعملها. اول معلومة بيقول لك ان ب س بينصف، تمام، يبقى ا ب على ب ج بيساوي ا س على س ج. بعد كده يا باشمهندس عايز يثبت ان ج ص منصف، خلي بالك هو مديك ده بيوازي القاعدة. يبقى ا س على س ج بيساوي ا ص على ص د. طب ما هي ال ا ب على ب ج بتساوي ا س على س ج، يبقى ال ا ب على ال ب ج بتساوي ا ص على ص د. طب ما ال ا ب قد ال ب ج وال ب ج قد ال ج د اثبتت المنصف. طبعا انت ما فهمتش اي حاجه، واحده واحده بس. بما ان ب س بينصف، بما ان ب س ينصف زاويه ا ب ج، يلا يا باشمهندس قلنا ا ب على ب ج، اذا ألف ب على ب ج بيساوي القريب من الألف ب اللي هو ألف س، يبقى ألف س، والقريب من الب ج اللي هو س ج، س ج، وهذه رقم واحد. خلاص؟ يبقى ألف ب على ب ج، ألف س على س ج. تمام؟ تمام. أنا عندي توازي اللي هو س ص بيوازي ج د، بما أن س ص بيوازي ج د، مستقيمات متوازية وأجزاء متنازلة. يبقى ألف سين على سين جيم بيساوي ألف صاد على صاد د. يبقى ألف سين على سين جيم بيساوي ألف صاد على صاد د، وهذه رقم 2. هتلاقي إن هنا ألف سين على سين جيم وهنا ألف سين على سين جيم، يبقى الطرف ده بيساوي الطرف ده. فأقول له كده من 1 و2 حضرتك. يبقى إذا ألف ب على ب جيم بيساوي اللي تحت اللي هو ألف صاد على صاد دال. طب أنا عندي شوية تساويات. أنا عندي يا باشمهندس الألف ب بيساوي الألف ج، وعندي يا باشمهندس إن ال ب ج بتساوي الجيم دال. طب ما تيجي نعمل، تعالى نشيل الألف ب ونحط مكانها ألف ج، وتعالى نشيل ال ب ج ونحط مكانها جيم دال. الكلام ده بيساوي ألف صاد على صاد دال. إذا طب تعالى نشوف كده اللي إحنا وصلنا له. إحنا وصلنا الألف ج اللي هو الضلع ده على ج د اللي هو ده بيساوي ا ص على ص د. طب مش ده المنصف؟ ده على ده بيساوي القريب على القريب. يبقى اذا ج س منصف. بس يا باشمهندس الموضوع سهل وبسيط، بما ان العلاقه دي ظهرت يبقى اذا ج ص بينصف زاويه ا ج د. خلاص، حلو قوي. السؤال اللي بعده رقم 9 بيقول لي اذا كان ال ب بيساوي ال د اكيد هنستعملها. ألف هاء منصف، ماشي، يبقى ألف ب على ألف ج باء هاء على هاء ج. ما تيجي نستعملها على طول عشان ما نتلخبطش. بما أن ألف هاء ينصف زاوية ب ألف ج، يلا يا باشمهندس قلنا يبقى الألف ب فين تاني؟ معلش، الألف هاء، الألف هاء ده ماشي، يبقى الألف ب على ب ج. إذا ألف ب على ب ج بيساوي الالف ب القريب منه، خلي بالك انت شغال فين؟ انت شغال في المثلث ده، هعمله اظلله عشان تبقى واعي. فالالف ب على، انا قلت على ال ب ج، معذره، على الالف ج، على الالف ج. خلاص، حلو، بيساوي القريب من الالف ب اللي هو ب ه على ه ج، باء ه
على اهي جيم ونسمي دي رقم واحد كده هنحتاجها اكيد ان شاء الله. خلاص هنمسح ده عشان ما نتلخبطش. ماشي. بعد كده بيقول لي الهي واو، الهي واو بيوازي البيه دال، توازي يبقى مستقيمات متوازيه واجزاء متوازيه. بص من الاثبات اللي هو عايزه هنعرف هو عايز ايه او هنحل ازاي. هو عايز يثبت ان الف واو ده بينصف زاويه ج ا د، يبقى انت عايز تثبت ان ا ج على ا د بيساوي القريب من ا ج واو على واو د، ج واو على واو د، اللي انت عايز تثبت العلاقه دي. حلو حلو، امسح ده كده. بص معايا يا عم الحاج، مش انا عندي توازي؟ تعالى نستفيد منه كده، بما ان ه واو بيوازي ب د. لو انت ملاحظ في العلاقه دي فيها ا ج ا د، وهناك في ا ج ا ب، وكده كده ال ا ب قد ال ا د. حلو. فانا دلوقتي لو انا خدت ده التوازي اهو، يبقى باء هاء على هاء ج، ركز كده، ده الواو على واو ج. حلو قوي. يبقى اذا باء هاء على هاء ج بيساوي ده الواو على واو ج، وسمي لي دي رقم 2. ايه رايك؟ باء هاء على هاء ج، باء هاء على هاء ج، يبقى دول قد بعض. ماشي. يبقى من 1 و2 اذا ا ب على ا ج بيساوي ده الواو على واو ج. هتقول لي يا باشمهندس انا عايز اثبت ان ا ج على ا د بيساوي ج واو على واو د. طيب هتلاقي ان ده معكوسين. يعني ايه؟ يعني ده لو عكستها يبقى ا د على ا ج بيساوي واو د اللي هي ده الواو على ج واو اللي هو واو ج، صح؟ يعني هي شبه اللي هناك دي، بس عايز اشيل ا ب وال ا د. طب ما انت اصلا في اول السؤال قايل لك ان ا ب بيساوي ا د، يعني ممكن اشيل دي واحط ا د. يبقى اذا ا د على ا ج بيساوي ده الواو على واو ج. مش ده اللي انا عايزها؟ او ا د على ا ج، او بص ا د على ا ج بيساوي د واو على واو ج، يبقى اذا ا واو منصف. بس كده. يبقى اذا ا واو ينصف زاويه ج ا د، وشكرا يا باشمهندس. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لي ا ب ج مثلث د تنتمي للشعاع ب ج، ما بتنتميش للقطعين بره. طيب هنرسم مثلث وليكن كده، ونطول الباء ج لان هي شعاع بالشكل ده كده. فدي كده ا ب ج، وزي ما اتفقنا د طولناها بره بالشكل ده. طيب بيقول لي بحيث الجيم د قد الالف ب. ماشي يا عم، يعني الضلع ج د ده قد الالف ب، اكيد هنستعملها. قال لي رسمنا ج ه شعاع بيوازي د الالف. طيب والله يا باشمهندس ادي د الالف بالشكل ده كده، خلاص. قال لك رسمنا ج ه شعاع بيوازيه وبيقطع الالف باء في هاء. يعني بكل بساطه هنرسم وليكن كده بيوازيه اهو، خلاص، وبيقطع الالف باء في هاء. خلي بالك كده عندك ايه؟ توازي، يبقى مستقيمات متوازيه واجزاء متناسبه. ماشي. رسم الهاء واو بيوازي ال ب ج وبيقطع الف ج ف واو، عندك توازي كمان اهو. رسم كده الهاء واو ده اهو، قال لك بيوازي اللي تحت ده، خلاص، وبيقطع الالف ج ف واو. كده رسمتنا مظبوطه بفضل الله. فهو عايز يثبت ان ب واو، ب واو، ما تخافش ان هو عمال يكبر لك المساله، عادي جدا، سيبه يعيش حياته خالص. عايز يثبت ان ب واو بينصف زاويه ا ب ج، عايز يثبت ان ده منصف. هسالك سؤال عشان تثبت ان ب واو منصف، يعني عايز تثبت ان ا ب على ب ج، تعالى على جنب، ا ب على ب ج بيساوي طبعا القريب من ا ب اللي هو ا واو، والقريب من ال ب ج اللي هو ج واو، ده اللي احنا عايزين نثبته. طب ما تيجي واحده واحده، لان عندنا توازيات كتير يا باشمهندس. بص معايا، اول توازي بيقول لك اول ده ه ج بيوازي ا د، تعالى نكتب دي، بما ان ج ه بيوازي ا د او ده الالف، مستقيمات متوازيه واجزاء متناسبه. هنستنتج ايه يا باشمهندس؟ هنستنتج ان باء هاء على هاء ا بيساوي ب ج على ج د. باء هاء على هاء ا بيساوي، بص، باء هاء على هاء ا، اللي قصاد الباء هاء اللي هي ب ج، ب ج، واللي قصاد الهاء ا يمشي مع التوازي كده، هتلاقي ج د، ج د،
وهذه رقم واحد. حلو قوي. تعال نروح للتوازي الثاني، ه واو بيوازي ب ج، بما ان ه واو بيوازي ب ج. تعال ناخد نفس النسبه باء هاء على هاء الف، يبقى اذا باء هاء على هاء الف بيساوي، ركز كده، الباء هاء اللي قصادها الجيم واو او الواو جيم، واو جيم على الهاء الف اللي هو قصادها الالف واو، الالف واو، ودي رقم اثنين. ملاحظ ايه؟ هتقول لي يا باشمهندس انا ملاحظ دي باء هاء على هاء الف ودي باء هاء على هاء الف، يبقى من واحد واثنين، اذا الطرفين دول قد بعض، يعني ب ج على ج د بيساوي واو ج على الف واو. طب انا عايز اثبت ايه؟ لو انت جيت ركزت، مش دي نسبه؟ اه، تعالى نقلبها كده، لو خليناها ب ج على الف ب يبقى بيساوي ج واو على الف واو. خلاص؟ فعلا دي شبهها، دي ب ج ب ج، بس الالف ب ده عايز اشيله بالج د. وخلي بالك في اول السؤال ما تنساش، قلت لك اكيد هنستعملها، ان الج د بيساوي الالف ب. يعني هشيل الجيم دال دي واحط الف ب، فنستنتج كده يا باشمهندس ان الب ج على الالف ب بيساوي واو ج على الف واو، صح كده؟ تعال نشوف كده، ب ج على الف ب بيساوي واو ج على الف واو، فعلا يبقى ب واو منصف، بس كده. يبقى اذا ب واو ينصف زاويه الف ب ج. سؤال برضو محترم وحلو وكله بيلعب على نفس الفكره. السؤال 11 بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج مثلث، ا ب ب 12، ا ج ب 8، ب ج ب 16، ب م منصف، فعايز ا م بينصف، عايز طول الالف ده. ركز كده معايا الله يكرمك، مش انا الوقت ا م منصف؟ اه، وب م منصف؟ اه، يبقى م دي نقطه تلاقي المنصفات، يبقى اذا ج ده المنصف، ولو الج ده المنصف يبقى الضلع ده على الضلع ده بيساوي القريب على القريب، واقدر احسب الالف ده. هي دي اللعبه كلها. طب هقولها له ازاي؟ ركز معايا، هنقول له بما ان ب م ينصف زاويه ا ب ج فاصله، عندي يا باشمهندس الالف م بينصف زاويه ب ا ج، قلنا المنصفين دول اتلاقوا في النقطه م، فاقول له اذا م هي نقطه تلاقي منصفات زوايا المثلث اللي هو ألف ب ج الدخلة، لنقطة تلاقي منصفات الزوايا الدخلة. يبقى إذا اللي بيمر بيها اللي هو الجيم دال برضه منصف، يبقى إذا جيم دال ينصف زاوية ألف ج ب. ولو هو الجيم دال منصف يبقى الب ج مع الألف ج، أهو إذا ب ج على الف ج بيساوي القريب من الب ج اللي هو ب د، والقريب من الالف ج اللي هو الف د، والكلام ده بيساوي الب ج اصلا بكام؟ ب 16 على الالف د اللي هو سوري، على الالف ج اللي هي 8. 16 على 8 يعني 2 على الواحد، يعني ممكن نفرض ان ده 2 م ونفرض ان ده 1 م. يبقى اذا الب د دي نسبتها 2 م والالف د نسبته 1 م. طب مش انا معايا اصلا بما ان ا ب هو مديهولي ب 12 والالف ب اتقسم ل 2 م وم يعني 3 م، هنقسم هنا على 3 وهنا على 3 فبتروح، يبقى الم 12 على 3 فعل 4، وصلت لقيمه الثابت. طب هو عايز الالف د، اقول له اذا ا د، ما هو الالف د بواحد م بيساوي م، والميم بكام؟ ب4، يبقى اذا الالف د ب4 سنتي. او كانت مسمي دي س ودي 12 ناقص س وتعملها، ولكن انا شايف ان الطريقه دي اسهل. سؤال سهل وبسيط بس فكرته مهمه قوي على نقطه تلاقي المنصفات. 12 واعتقد بيلعب نفس اللعبه، بيقول لي عين م وصاد م منصفه عين وصاد. لو العين م منصف والميم صاد منصف يبقى م نقطه تلاقي المنصفات، يبقى س لام برضه منصف. هو عايز يثبت ان 8 لام عين 5 لام صاد، ما هي دي على دي بتساوي لام عين على لام صاد، نضرب مقص المساله خلص. يلا يا باشمهندس هنقوله بما ان عين ميم زي ما هو كاتبها كده وصاد ميم منصفه زاويه عين زاويه صاد
على الترتيب. نفس الكلام، يبقى إذن ميم هي نقطة تلاقي منصفات زوايا المثلث سين 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 صاد عين الدخل. يبقى إذن التالب بتاعهم، يبقى إذن سين لام ينصف أو منصف زاوية عين سين صاد. يبقى أنا أثبتت إن السين لام منصف. نستنتج يبقى عين سين على سين صاد أو سين عين على سين صاد بيساوي القريب من السين عين اللي هو عين لام أو لام عين، والقريب من السين صاد اللي هو لام صاد. خلي بالك إن أنت عندك سين عين على سين صاد، ما هي السين عين بخمسة والسين صاد بتمانية. اضرب حضرتك مقص هنا، المسألة هتخلص إن شاء الله. يبقى 8 في اللي قصادها يبقى 8 لام عين بيساوي 5 في اللي قصادها يبقى 5 لام صاد، وهو المطلوب إثباته. خلاص، سؤال سهل وبسيط جدا ومحترم بفضل الله. هناخد بس بريك صغير كده نصلي ونكمل باقي الفيديو إن شاء الله. يلا نكمل يا باشمهندس. السؤال 13 بيقول لي إذا كان ألف جيم إلى دال جيم، الألف ب إلى ب دال، مديني النسب دي. طيب بص يا باشمهندس، افرض كلها ثابت التناسب وليكن ميم. يعني إيه؟ يعني الألف جيم ده نسبته 15، اعتبر إن هو 15 ميم. طيب الدال جيم، الدال جيم 10، اعتبر ان هي 10 ميم. الالف ب 9، اعتبر ان هي 9 ميم. ساب التناسب لان دي مش اطوار، ماشي. ب دال 6، اعتبر ان دي 6 ميم. هو عايز يثبت ان الف دال بينصف الزاويه اللي فوق. ده مساله مباشره، نقول له الضلع ده على الضلع ده، نقول له بما ان الف ب على الف جيم الكلام ده بيساوي 9 ميم على 15 ميم. كده كده هنشيل الميم مع الميم، هنا على 3 فال 3 على 3 فال 5، يبقى أ ب على أ ج ب 3 على 5. طب تعالى نشوف تحت، القريب من الأ ب ب د على د ج. فتعالى نقول بما أن ب د على د ج بتساوي ال ب د ب 6 ميم على د ج 10 ميم. شيل الميم مع الميم، على الاثنين هنا فيها التلاتة، على الاثنين فيها الخمس. بس يا باشمهندس هي دي المسألة بكل بساطة. فكده الألف ب على الألف ج بيساوي ب د على د ج. فطالما الألف ب على الألف ج بيساوي ب د على د ج، يبقى إذا ألف د ينصف زاوية ب ألف ج. وشكرا يا باشمهندس، مسألة سهلة أوي. 14 بيقول لي ألف ب ج مثلث، ألف ب بخمسة، ألف ج بعشرة، ب ج 9 سنتي، د تنتمي ل ب ج. طيب وه تنتمي ل ج ب شعاع، يعني هو يرسم الشعاع ج ب. ماشي، هنرسم مثلث اهو يا باشمهندس. خلي بالك ج ب فهنطول دي كده شوية لأن في شعاع. تعالى كده نحط، على فكرة ممكن أحط هنا الج والب وأطوله الناحية التانية، يعني براحتك. أدي ألف وأدي ج وأدي ب، عشان إحنا قلنا هنطول الج ب شعاع. الألف ب بخمسة، الألف جيم بعشر، البه جيم كلها بتسعة، دال تنتمي البه جيم دال اهي، بحيث البه دال بتلاتة. طب ما دي كلها تسعة يبقى هنا ستة. حلوة أوي ومحترم. هي تنتمي لجيم به شعاع، يعني هي وليكن موجودة هنا، بحيث ألف به عمودي على ألف دال، ألف هي عمودي على ألف دال. طب ما تيجي نرسم ده كده، نرسم ده كده، أو تعالى نطول شوية. لا مش هنطول ده، احنا هنطول التاني. ماشي، هنطول ده كده اهو، ونطول ده. هقول لك ليه دلوقتي. بص معايا، أول إثبات عايز يثبت إن أ د اللي هو ده بينصف زاوية ب أ ج، وده سهل عشان أثبت إن ده أ د. يبقى آخد الأ ب على الأ ج، أقول له بما أن أ ب على أ ج، الأ ب بخمس على الأ ج بعشرة، يعني بنص. حلو أوي. تعالى ناخد اللي قريب من الأ ب اللي هو ب د على د ج، بما أن برضه ب د على د ج بيساوي 3 على 6 اللي هي برضه بنص. إيه ده؟ فأنا كده أثبتت إن أ ب على أ ج بيساوي ب د على د ج، يبقى أ د المنصف. بما أن أ ب على أ ج بيساوي ب د على د ج، الكلام ده بنص، يبقى اذا
ألف دال بينصف زاوية ب ألف جيم. خلاص كده أثبتنا إن ألف ده المنصف داخلي زاوية ألف. بص بقى وقال لك إيه الكلام كله هنا. قال لك إن ألف هي عمود على ألف دال، يعني الزاوية اللي هي بتسعين. الله، مش إحنا عارفين إن الزاوية بين المنصف الخارجي والداخلي 90 درجة؟ آه. طب مش ألف دال داخلي وبين ألف هي وألف دال 90، يبقى إذا ألف هي منصف خارجي. دي المعلومة الجميلة أوي. طب أكتبها إزاي؟ مفيش أسهل من كده. هنقول له بما أن ألف هي عمودي على ألف دال، فاصلة ألف دال منصف داخلي لزاوية ب ألف جيم، طالما 90 وألف دال داخلي يبقى إذا ألف ه ينصف زاوية ألف الخارجة، يبقى إذا ألف ه منصف خارجي. حلو أوي. بعد كده بيقول لي هات لي طول الباء ه. ماشي، مش ألف ه منصف خارجي، يلا زي ما علمتك هنعلم المنصف الخارجي بالشكل ده كده. حلو أوي. وتعال ناخد نفس النسبة ألف ب على ألف ج، ألف ب على ألف ج. الألف ب خلصت عند ب، همشي لحد المنصف يبقى الباء ه اللي هو محتاجها أصلا. على الألف ج خلص عند ج، همشي لحد المنصف يبقى أنا همشي ج ه. خلاص؟ وتعالى نسمي الباء ه دي مثلا س. حلو. يبقى الألف ب على ألف ج اللي إحنا جايبينها بنص أصلا هيساوي الباء ه اللي هي س على الجيم ه. الجيم ه بكام؟ هي 6 و3 9 وزودت عليها س، يعني س زائد 9. اضرب مقص يبقى س في 2 ب 2 س بيساوي 1 في س زائد 9 يعني س زائد 9. ودي الس يبقى 2 س ناقص س يبقى الس الواحده ب 9. طب ما الس اللي هي الباء ه، خلاص يبقى اذا باء ه ب 9 سم. خلاص؟ كلام جميل قوي ومظبوط وسؤال سهل وبسيط جدا جدا. 15 بيقول لي في الشكل المقابل اذا كان ب م بينصف زاويه ج ب س. طيب ج ب س دي خلي بالك ان دي تعتبر الزاويه الخارجه للزاويه اللي جوه المثلث، يعني يعتبر ان ب م منصف خارجي لزاويه ا ب د. حلو. مش ده منصف خارجي؟ اه. فانا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول خلي بالك ده المثلث بقى اللي انت هتشتغل عليه. خلاص؟ يبقى ا ب على ب د بيساوي ا م على ا د. ما تيجي نستغل دي كده، هنقول له بما ان ب م ينصف زاويه ج ب س. يلا يا باشمهندس يلا. هناخد الضلع ا ب على ب د، ما دي اضلاع المثلث. اذا ا ب على ب د هيساوي الالف ب او الباء ألف خلص عند ألف، لما امشي لحد المنصف يبقى انا همشي ألف ميم. طيب الباء د خلصت عند د، لما امشي لحد المنصف يبقى د ميم، وسمي دي رقم واحد. طب الناحيه الثانيه بيقول لي ج ميم بينصف زاويه ب ج ص. خلي بالك ده منصف برضه يعتبر للزاويه الخارجه دي اللي هي زاويه ألف ج د، فبالتالي ده كده المثلث اللي انا هشتغل عليه. يبقى ألف ج على د ج برضه بيساوي ألف ميم على د ميم. طب تيجي نكتب ده. تعال بما ان ج م ينصف زاويه ب ج ص. خلاص حلو قوي. ده المنصف يبقى ألف ج على د ج، ألف ج على د ج. ركز معايا الله يكرمك. الجيم ألف او الالف ج خلص عند ألف، لما امشي لحد المنصف اللي هو الج م يبقى انا مشيت الالف م. طيب الدال ج يا باشمهندس دي خلصت عند د، لما امشي لحد المنصف يبقى انا همشي د م. د م ودي رقم 2. خلاص؟ خلي بالك ا م على د م هنستغلها، انا اصلا لسه ما اعرفش هو عايز ايه. هو عايز يثبت ان ا م، تيجي نمسح الاقصى دي؟ تعال. هو عايز يثبت ان ا م ده اهو بينصف زاويه ب ا ج اللي هي دي. طب انا عشان اثبت دي، خلي بالك لو ا م منصف يبقى كان الالف ده المنصف، يبقى هو عايز يثبت ان ا ب على ا ج بيساوي ب د على د ج، صح؟ تمام. ولو الالف ميم دون منصف ممكن استغل المنصف ده من تحت، بس يا باشمهندس مش ده اللي هيظهر لي. طب ما تيجي كده نشوف من واحد واثنين ايه اللي هيظهر. تعالى كده بسم الله من واحد واثنين. يبقى اذا ده بيساوي ده، يعني ا ب على ب د بيساوي ا ج على د ج.
هل ده اللي انا عايزه؟ على فكره هي ده اللي احنا عايزينه. مش انت عايز تثبت ان ا ب على ا ج بيساوي ب د على د ج؟ اه. ايه رايك نقول بسط على بسط؟ اذا ا ب على ا ج بيساوي مقام على مقام، يعني ب د على د ج. بص كده، ا ب على ا ج، ب د على د ج، القريب على القريب. يبقى شكرا، هي دي اهم حاجه، العلاقه اللي احنا وصلنا لها. يبقى اذا ا م شعاع، وكان ممكن يقول لك ا د شعاع، الاثنين نفس الحاجه، بينصف زاويه ب ا ج، وهو المطلوب اثباته. 16 بيقول لي ا ب ج مثلث اطوال اضلاعه كذا وكذا وكذا، د تنتمي ل ا ب، بحيث ا د ب 2 رسم د ه بيوازي ب ج وبيقطع ا ج ف. ماشي، تعال نرسم مثلث بالشكل ده، ألف ب جيم. الألف ب بست، الألف الب جيم ب 12، اللي تحت دي 12 كلها طبعا. الجيم ألف ب 9، ده ب 9. د تنتمي لألف ب، بحيث ألف د ب 2. ماشي، يعني مثلا هنا د، فدي ب 2، فدي كلها ب 6. تعالى نمسح ال 6 ده عشان ما يطلعش ب 12. يبقى إذا الب د ب 4، ده كان كله 6، الألف د ب 2 يبقى دي ب 4. رسم د ه بيوازي ب جيم، د ه اهو بيوازي ب ج، ادي اله، وطالما بيوازي يبقى انا عندي مستقيمات متوازيه واجزاء متناسبه. اوعى تنسى المعلومه دي، واقطع الالف ج في ه. اوجد طول الف ه، دي سهله قوي. بص معايا، مش انا عندي توازي؟ اه. بما ان د ه بيوازي ب ج، بما ان د ه بيوازي ب ج، يبقى اذا الف د على د ب، الف د على د ب بيساوي القريب من الالف د اللي هو الالف ه، على القريب من الدال ب اللي هو الهاء ج، او اللي قصاده يعني. خلاص، حلو قوي. طب الالف د على الدال ب اللي هي 2 على 4، يعني بتساوي نص. حلو، يعني انت وصلت ان الف ه على ه ج بتساوي نص. حط لي ساب التناسب، حط لي يبقى دي ميم، والهاء ج ب 2 ميم. يعني خلي بالك، الالف ه ده ب ميم، والهاء ج دي ب 2 ميم. طب ما انت معاك الالف ج كله ب 9. اقول له بما ان الف ج ب 9، والالف ج في نفس الوقت ميم و2 ميم، يعني 3 ميم. اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، فده هتروح، يبقى قيمه الميم ب 9 على 3 في 3، يبقى انت وصلت لثابت التناسب ميم ب 3. طب مش انت عايز طول الالف ه؟ ما هو الالف ه اللي هو 1 ميم، يعني اذا الالف ه 1 ميم، يعني 3 سم، ده الالف ه. طب بالمره يبقى اله ج، ما هو 2 ميم، يعني 2 في 3 ب 6 سم. يبقى انا اول حاجه وصلت للالف ه فعلا طوله ب 3. لما تيجي نحط الاطوال دي كده على الرسم، يبقى احنا عرفنا ان دي 3 وعرفنا ان دي 6. حلو قوي. بعد كده عايز يثبت ان باء هاء، باء هاء اهو بينصف زاويه ا ب ج، اللي هو بينصف الزاويه دي. يبقى انا اعمل ايه؟ ركز معايا، لازم اثبت ان ا ب على ب ج بيساوي ا ه على ه ج، ودي سهله قوي. تعالى نجيب الالف ب على ب ج. بما ان الف ب على ب ج بيساوي الالف ب اصلا ب 6 على ب ج اللي هي 12، ف 6 على 12 فيها النص، يبقى انا خدت بالك الالف ب على ب ج. طب فالقريب منه ده المنصف، يبقى الف ه على ه ج، فنقول بما ان الف ه على ه ج، خلي بالك الف ه على ه ج اصلا معايا بنص، الله، يعني دي بنص ودي بنص، اه. يبقى اذا ا ب على ب ج بيساوي ا ه على ه ج. لو ا ب على ب ج بيساوي ا ه على ه ج، يبقى اذا ب ه ينصف زاويه ا ب ج يا باشمهندس، وهو المطلوب بفضل الله. السؤال اللي بعد كده 17 بيقول لي في الشكل المقابل عندي شويه توازيات كتير، ا د في ب س بيساوي ا ج في ه س، اكيد دي هنطلع منها نسبه. تعال نشوف المطلوب، عايز يثبت ان ا ص ألف صد ده بينصف زاوية جيم ألف دال، اللي هي الزاوية دي. يبقى أنت كل شغلك الشاغل عايز تثبت إن ألف جيم على ألف دال، اكتبها على جنب، ألف جيم على ألف دال بيساوي القريب من الألف جيم اللي هو جيم صد، والقريب من الألف دال اللي هو صد دال. دي اللي أنت عايز تثبتها يا باشمهندس، يلا نشتغل عليها. بسم الله. دلوقتي أنا عندي التوازيات أكيد هستفيد منها، فأنا عايز أطلع إيه؟ لو أنا مثلا عايز أطلع الجيم صد والصد دال، الجيم صد على الصد دال، فخلي بالك انت ده بيوازي ده بيوازي ده،
يبقى ب س على س على س ه بيساوي ج ص على ص ض، ودي حلوه اطلعها لوحدي. فتعال، بما ان ه د بيوازي س ص بيوازي ب ج عده مستقيمات متوازيه، يبقى اجزاء متناسبه، يبقى ب س على س ه، اذا ب س على س ه اللي قصاد ال ب س امشي مع التوازي تلاقيها ج ص، ج ص، واللي قصاد الس ه امشي مع التوازي تلاقيها ص د، وسمي لي دي رقم واحد. يبقى احنا بفضل الله وصلنا لجيم ص وص د، فاضل الالف ج مع الالف د. طب الالف ج مع الالف د دي هجيبها منين؟ اكيد من النسبه اللي هناك دي، مش انت عايز الف ج مع الالف د؟ اه تعال نقول الف ج على الف د من النسبه دي، بما ان الف ج على الف د حضرتك ما ترجعش فاضي، يبقى دي على دي، يبقى اذا بتساوي ب س على ه س، ودي رقم 2. ايه الجمال ده؟ ما دي ب س على س ه، ما خلي بالك ه س هي هي س ه، يعني النسبه دي قد النسبه دي، احنا خلصنا. فمن واحد واثنين يبقى الاثنين التانيين متساويين، يبقى اذا ا ج على ا د بيساوي ج ص على ص د، صح كده؟ طب ما انا عايز اثبتها اصلا، ا ج على ا د ج ص على ص د، يبقى اذا التنصيف موجود، يبقى اذا ا ص ينصف زاوية ج ا د. خلاص سؤال سهل وبسيط قوي، قلت لك اكتب اللي انت محتاجه من المسألة تعرف تحلها ازاي. السؤال 18 بيقول لي دائرتين م و ن متمستان من الخارج في النقطة ا، رسم مستقيم بيوازي م و ن اللي هو خط المركزين، فقطع كذا وكذا. ماشي، تعالى نرسم دائرتين كده متمستين، ادي دايرة، خلاص عايزين نرسم دائرة تانية اهو، خلاص ده كده مثلا ميم وادي نون، خلاص وادي خط المركزين، ماشي، ما هو ده ميم نون. قال لك عملنا ايه؟ قال لك رسمنا مستقيم بيوازي ميم نون، فقطع الدايره ميم في كذا وقطع الدايره نون في كذا. يعني هو عمل ايه؟ هو رسم خط مستقيم، بس طالما يقطع يبقى لازم مثلا نرسمه كده، خلاص ده خط مستقيم اهو، والخط المستقيم الجميل ده بيوازي الميم نون. قال لك الاولاني قطع الدايره ميم في ب وجيم، ب وجيم، والتاني قطع الدايره نون في د وهاء بالشكل ده كده اهو، حلو. فاذا تقاطع ب م شعاع مع ه ن في نقطه واو، تقاطع ب م وه ن، ب م وه ن في النقطه واو. طيب ب م ازاي بقى يتقطعوا في النقطة واو؟ ماشي، اه يتقطعوا عادي، هي ب م، بص كده وهي ن كده، صح؟ فكده يتقطعوا عادي، صح؟ يبقى انا بالنسبة لي ادي الشعاعين ب م وهي ن اتقطعوا في النقطة واو، خلي بالك ان الدايرتين دول متمستين عند الف، هو الالف. فهو حضرته عايز يثبت ايه؟ قال لك انا عايز اثبت ان واو الف، واو ا اللي هو ده كده بينصف زاوية م واو ن اللي هي الزاوية دي. دي مسألة حلوة أوي، بص معايا كده، يا عم خلاص مش عايز دي، بينصف الزاوية دي، فعشان أثبت إن واو ا بينصف الزاوية دي يبقى أنت عايز تثبت إيه؟ بص معايا، عايز تثبت إن واو م على واو ن، أو واو م على واو ن بيساوي القريب من واو م اللي هي م أ، م أ، والقريب من واو نون اللي هو الف نون، انا عايز اثبت العلاقه دي. طب بص كده، والله يا باشمهندس انا مبدئيا كده عندي توازي، عندي توازي، يبقى اذا ركز معايا، واو م على ب م، قالوا بما ان ب ه خط مستقيم بيوازي الم نون، هو اللي قال، خلاص حلو قوي وزي الفل. اذا واو م على ب م، إذا واو م على ب م بيساوي، بص معايا، واو م على ب م، واو م لو مديت قصادها تطلع واو ن، يبقى واو ن، والب م لو مديت اللي قصادها تطلع هاء ن، هاء ن، وسمي لي ده رقم واحد. فأول حاجة قلت لي بما أن ده بيوازي ده، يبقى واو م على ب م بيساوي واو ن على ه ن. طيب والله يا باشمهندس انا عايز اوصل ان واو ميم على واو نون، اه واو ميم على واو نون، تمام.
طب ايه رايك نقول هنا بسط على بسط؟ يبقى اذا واو ميم على واو نون بيساوي ب ميم على ه نون، وسمي دي رقم 2. كتبتها بالشكل ده ليه؟ لان عايز اثبت واو ميم على واو نون، فواو ميم على واو نون ظهر. طب تعالى نشوف كده ال ب ميم والهاء نون. ال ب ميم اللي هي الحته دي، والهاء نون اللي هي الحته دي. طب انا عايز اثبت ان هي ميم الف والف نون. اللي انت مش واخد بالك منه حاجه جميله قوي، ان ال ب ميم قد الميم الف، لان الاثنين دول انصاف اقطار، لان ده المركز. فتعالى كده نقول له بما ان ب ميم بيساوي ميم الف بيساوي نق، طبعا ده في الدايره مين؟ نق الدايره مين؟ وفي نفس اللعبه هناك ان نون ه قد الالف نون انصاف اقطار برضه، بما ان نون ه بيساوي الالف نون برضه بيساوي نق، بس ده نص قطر الدايره نون. الله، مش ال ب م بتساوي الميم الف؟ اه، يعني ممكن اشيل ال ب م دي واحط الف. بص بقى نستنتج ايه؟ اذا واو م على واو نون، مش ال ب م قد الميم الف؟ اه، يبقى انا ممكن اشيل دي واحط مكانها م الف. طب مش النون ه او ال ه نون قد الالف نون؟ اه، يبقى ممكن اشيل دي واحط مكانها الالف نون. تيجي نبص كده، واو ميم على واو نون بيساوي ميم الف على الف نون. الله، ما ده اللي انا عايز اثبته اصلا، بس كده خلاص. يبقى انا قلت لك اكتب اللي انت عايز تثبته توصل للمساله. يبقى اذا واو الف بينصف زاويه ميم واو نون، وهو المطلوب يا باشمهندس. سؤال 19 بيقول لي اذا كان الف ب قطر في الدايره، الف ج وتر، رسم ج د المماس. ماشي، شويه حاجات كتير كده، تعال نرسم. ادي دايره، هنرسم قطر وليكن كده، خلاص؟ ماشي، ألف جيم وتر، تعالى نرسم وتر، أهو. طب ليه رسمته من هنا؟ تعالى بقى نحط المسميات عشان ما تتلخبطش معايا، أدي ألف ب وأدي ألف جيم وتر، عايز ترسمه تحت أنت حر، مفيش مشاكل، بس أنا بحب الرسمة بتاعتي تبقى لفوق. رسم جيم ده المماس عند الجيم، فقطع الشعاع ألف ب في د، الله، ده هو هيوصل هنا شعاع كده، أهو. وهيعمل مماس عند ج، مماس عند ج، هو طبعا مش مماس مظبوط قوي، يعني الى حد ما، الى حد ما، ها كده خلاص. فلا مماس عند ج، فقطع الالف ب شعاع، طبعا ده شعاع اهو مكمل في النقطه د، يعني النقطه د هنا في الاخر كده خالص. تمام. اذا كانت ه بتنتمي لالف ب، ماشي، هنحط مثلا ده المركز. هاء بتنتمي لألف ب، هنحط مثلا هنا الهاء أهو، بحيث إن دال ب، دال ب من هنا لهنا على باء هاء اللي هما دي، بيساوي دال جيم، دال جيم على جيم ه. تعالى نوصل، أنا مش هوصل الجيم ه، أنا هوصل الاتنين دول، دي ودي برضه مفيش مشاكل. بس أنا عايز أقول لك حاجة خطيرة، لو أ ب قطر يبقى زاوية أ ج ب دي ب 90، لأن دي زاوية محيطية مرسومة في نص دايرة. هو أول مطلوب عايز يثبت إن ج أ بينصف الزاوية الخارجة للمثلث ج د ه ج د ه عند ج، يعني عايز يثبت حضرتك إن الأ ج ده منصف خارجي لهنا للمثلث اللي هو ج د ه. عشان اثبت النظريه دي يبقى انا لازم اثبت ان ج د على ج ه، تعالى نكتبها ج د على ج ه بيساوي الج د اللي هو، بص بقى معايا، خلص عند د، همشي لحد المنصف، اوعى تنسى دي، اللي هي د الف، د الف. طب الج ه، الج ه خلصت عند ه، همشي لحد المنصف يعني الالف ه، يعني لازم اثبت دي ان ج د على ج ه. ولو انت ملاحظ دي ج د على ج ه، ج د على ج ه اصلا بتساوي د ب على ب ه. لا، ده انا عايز اثبت ان هي بتساوي د الالف على الف ه. ماشي، طيب بص معايا، عايز اثبت ان هي د الالف على الف ه. طب هي اصلا الج د على د ه بتساوي د ب على الباء ه، طب هثبتها ازاي؟ ركز بقى معايا يا باشمهندس، عشان في هنا شويه معلومات كويسه جدا. هو الوقت مش انت قلت لي، وركز بقى في اللي معايا، قال لي ان د ب دي على باء هاء، قلنا دي بيساوي، بص د ج على ج ه، ما
ما هي دي لو موجودة ده الباء على باء ه بيساوي ج د على ج ه، يبقى إذا ج ب منصف داخلي هنا. الله، لما تيجي نقول له دي نقول بما أن د ب على باء ه بيساوي د ج على ج ه. واخد بالك؟ د ب على باء ه، طبعا الكلام ده كله في المثلث ج د ه. ج د ه د ب على باء ه بيساوي ج د اللي هو القريب منه على الج ه. يعني اذا الف ه، لا سوري، اذا ج ب ج باء منصف داخلي لزاويه ه ج د ه ج د. بص اثبات الثاني ببساطه، لو الجيم ب منصف داخلي وزاوية أ ج ب ب90 يبقى أ ج خارجي، بس كده، اللي هي الزاوية بين الداخلي والخارجي 90. تمام، هنقول له بما أن قياس زاوية أ ج ب بتساوي 90 درجة، ليه يا باشمهندس؟ قول له دي محيطية مرسومة في نصف دائرة. خلاص؟ لو انا معايا منصف داخلي وزاويه ا ج ب ب90 يبقى اذا ا ج منصف خارجي، لان الزاويه ما بين الداخلي والخارجي بتساوي 90. يبقى اذا ج ا بينصف زاويه ج او الزاويه الخارجه او زاويه ا ج ب او ج زاويه ماشي ماشي، نقول له زي ما هو كاتبها كده مفيش مشاكل، بينصف الزاويه الخارجة للمثلث ج د ه عند ج. خلاص، يبقى أول حاجة من النسبة اللي هو مديها لي ج ب منصف داخلي، يبقى أنا بالنسبة لي ده منصف داخلي وزاوية أ ج ب ب90 يبقى إذا أ ج منصف خارجي. حلو أوي. بعد كده هو عايز يثبت إن د أ على د ب، د أ على د ب ماشي بيساوي أ ه أ ه على باء ه. طب دي هثبتها ازاي؟ ركز معايا دلوقتي يا باشمهندس، انا معايا علاقه اللي هي فوق دي، د باء على باء ه بيساوي د ج على ج ه. حلو، والعلاقه الثانيه ان انا اثبتت ان ا ج منصف خارجي. طب ما تيجي نشتغل عليه، نقول له اذا ركز بقى معايا، هاخد برضه بنفس الترتيب د ج على ج ه، د ج على ج ه، د ج على ج ه بيساوي. بص معايا، الدال ج خلص عند د، لما امشي لحد المنصف يبقى انا همشي ا د او د ا. طب الج ه، الج ه خلصت عند ه، فلما امشي لحد المنصف يبقى انا همشي ا ه. خلاص، دي طبعا العلاقه استنتاج من المنصف، مين؟ من المنصف الخارجي. لو انا سميت دي رقم واحد ودي رقم اتنين فاقول له كده من واحد واتنين، استنتج حاجه مهمه هي، والله يا باشمهندس دي د ج على ج ه ودي د ج على ج ه، يبقى الطرفين دول متساويين. يبقى اذا يا باشمهندس د ا اهو هو، وعايز يثبت د ا على د ب، ماشي ماشي، هنثبت ان دول متساويين الاول، د ب على باء ه بيساوي، بسم الله، بيساوي د ا على ا ه. خلاص، اثبتنا دي كده، د ب على باء ه بيساوي د ا على ا ه. هو عايز يثبت د ا على د ب، يبقى هو عمل بسط على بسط، يبقى اذا د ا على د ب بيساوي مقام على مقام، يبقى ا ه على باء ه، يبقى احنا كده اثبتناها له بكل بساطه بفضل الله. خلاص، هل فيها مشاكل؟ يبقى احنا اثبتنا ان ده منصف داخلي، اثبتنا ان ده خارجي لان الزاويه 90، جبنا نسبة الداخلي، نسبة الخارجي، سويناهم ببعض، استنتجنا النسبة دي بكل بساطة. خلاص؟ كان جميل. طيب، خلاص كده. كده بفضل الله يا باشمهندس، يبقى احنا خلصنا تمارين الإخطر والمقالي بالكامل بفضل الله على درس عكس نظرية 3، أنا حليتهم لك في فيديو واحد زي ما قلت لك، خلاص عشان بقى نخلص من منهجنا ده، طولنا قوي قوي. إن شاء الله يبقى فاضل لنا الاختبار، هينزل بكرة، وبعد كده توقع مني إن شاء الله في أي وقت بقى هنزل لك الأسئلة الهامة وامتحانات المحافظات حسب اللي هيجهز معايا، انا همشي الاثنين مع بعض. يعني مش همشي مثلا اسئله هامه اخلصها وبعدين احل المحافظات، لا، لان مثلا حصه اسئله هامه، حصه محافظات، حصه اسئله هامه، حصه محافظات، كلها بتنطبق في الاخر تحت بند المراجعه النهائيه، لان احنا بنحل اسئله مجمعه بفضل الله. بعد كده اما بخلص دول بعمل بقى تلخيصات ومراجعات محترمه قوي قوي
هتفيدك قبل الامتحان ان شاء الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى اكون استفدتك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام ميرا دياط، وشكرا جدا.